مرنا قمنا بتشغيل ثلاث مدن وقرى بأكثر من 450 توصيل للغاز، ورانا نواصلوا العمل للانتهاء من هذا البرنامج في أقرب الوقت إن شاء الله. هذا في إطار تحسين ظروف المواطن والتخفيف له من المعاناة اللي راه يعرفها، لا سيما في التموين بهذه المادة الحيوية. كان الثلج والنو وحنا مكشوفين وحنا مغبونين في الفارم، ونحاطبوا فوقنا ونسقوا فوقنا، واليوم الحمد لله ورانا فارحين اليوم اللي جبتوا لنا الغاز. كنا مغبونين بصح رانا غاية. هي جانا الوالي الخطرة الأولى هنايا وقلنا له واشكينا له كلش، وعدنا باللي ندير لكم الغاز ودارنا الغاز ان شاء الله والحمد لله.